نتيجة لقوة الإعصار بوفا الذي اجتاح جنوب الفلبين، وجدت السلطات وفرق الإنقاذ صعوبات بالغة في حصر أعداد الضحايا، غير أن العدد النهائي للقتلى بحسب المواطنين قد يقترب من 100. الإعصار الذي جلب معه أمطارا غزيرة أدى إلى اقتلاع المنازل وقطع التيار الكهربائي، الأمر الذي أجبر نحو 60,000 شخص على ترك منازلهم. وبعدما كانت سرعة رياح الإعصار في بادئ الأمر 210 كيلومترات في الساعة، هدأت هذه السرعة بعض الشيء أثناء توجه الإعصار إلى بحر جنوب الصين، لكنها ألحقت قبل أن تهدأ خسائر فادحة بمنطقة وادي كومبوستيلا الغنية بالمناجم. ليس هذا فحسب، فمياه السيول السريعة جرفت في طريقها ملاجئ احتمى بها بعض القرويين بعد تدمير منازلهم. حتى الجيش الذي شارك في عمليات الإغاثة تحدث عن مقتل عدد من جنوده بعدما اجتاحت مياه السيول إحدى قواعده العسكرية. سواحل الفلبين تستقبل سنويا نحو 20 إعصارا، وتعد هذه العاصفة هي 16 التي تضرب سواحل البلاد هذا العام، وتأتي بعد مرور عام من إعصار مماثل أودى بحياة 1500 شخص.